الصحه العام. القطاع الصحه الان وبالسابق كانت الامكانات محدوده جدا، ولكن الان قطاع الصحه عنده ميزانيه مفتوحه، انه ما بخلناش عليه لا من صندوق ديال الطبيب ولا من الميزانيه العامه، ولكن سيروا ديروا زياره، وسنقوم بزياره استطلاعيه لبعض المستشفيات، وخاصه فيما يتعلق باحتضان واستقبال مرضى كورونا. تشوفوا الكوارث اللي كاينه، بمعنى انه كاين خلل في المنظومه، كاين خلل في التدبير. الامكانات كاينه ولكن ما كاينش واحد الشباب حتى في الطبقه، حتى في اقتناء اليات التنفس. عباد الله راه لو نوقفوا ونجيبوا التقنيين غادي تشوفوا المنكر، انه الاليات الاسره كلها كان فيها تزوير، جبناهم من برا مستعمل وصبغناهم في المغرب، وحنا كنقولوا صفقه جديده لاقتناء. اذا هنا خصو يكون اولا هذه الاجراءات تنصح بها الصرامه في القضاء على الفساد والرشوه والمفسدين واقتصاد الريع في تجلياته المختلفه. هذا هو اللي بغينا من القانون المالي وغيرها من السياسه الحكوميه انسجاما مع توجيهات جلاله الملك. اذا فلذلك ملي كنتحدثون صحيح انه العدد ارتفع مجموعه في هذه المسائل، ولكن للاسف كانت مجانيه. سيروا تشوفوا العهد، من حين نتحدث على عهد حكومه عباس الفاشلي 4 سنوات وليس ل10 سنوات. 4 سنوات في قطاع تكون تطبيبا في فترته، كانت هي فتره ديال الازدهار ديال الرضا، والله العظيم الى الان اطباء وممرضين ومستخدمين كيشاهدوا بالفتره ويتمنون العوده الى عهد حكومه عباس الفاشلي. فلذلك رغم الامكانات اللي كان بكل صراحه، يعني فلذلك الامكانات تتطور.